temps d'y aller balayanade. وفي اخر ايتاب غادي ندير هاد السان سكرين ديال لاروش بوزاي وصافي غادي نخرج. ثاني حاجه هي هاد زيت الكوكو كانت تسلى ليا. كانت عندي قرعه صغيره دايره بحال هكا. صراحه هاد القرعه الصغيره حتى هي كافيه كتدي بزاف. مي قلت هاد المره ناخذ الكبيره. وخديت هاد الهاند كريمز، هذا فيه اليوريا وهذا فيه الباتر ميلك والليمون. خديت هاد ستيك اللي فيها زيرو الومنيوم وفيها فيتامين سي، صراحه ريحتها زوينه بزاف. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم معايا. غادي يكون غير هكا فلوغ صغير. غادي نمشي للدي ان نشري شي حاجه تخصني ومن موراها غادي نمشي للغابه. غنشارك معكم سكين روتين اللي كندير كل صباح قبل ما نخرج. اول حاجه غادي نغسل وجهي بهذا الغسول ديال غارني، من موراها غادي ندير ماورد كوم تونر. بالنسبه لعينيا كنخدم هذا المرطب هذا ديال نيفيا، وغندير هاد السيروم د الوجه من بريونس سي اللي فيه فيتامين سي وفيتامين او وهايرونيك اسيد. اي من موراها غادي ندير هاد الكريم ايدراتون ديال باليامانت. بالنسبه للبوم اليف حتى هو ديال باليان. وفي اخر ايتاب غادي ندير هاد السان سكرين ديال لاروش بوزاي وصافي غادي نخرج.
سلام مرة أخرى البنات، أنا رجعت للدار وقلت نبارطاجي معاكم شنو خديت من الدي أم. أول حاجة هي هاد البغيم هذا اللي في القاعدة ديالو كاين الفاني والباتشولي والعنبر، وفي المقدمة ديالو كاين البرغاموت والتوت الأحمر. صراحة ريحته زوينة بزاف بزاف، وجربتها تما وكتبقى مدة طويلة. ثاني حاجة هي هاد زيت الكوكو، كانت سالة ليا. كانت عندي القرعة الصغيرة دايرة بحال هكا. صراحة هاد القرعة الصغيرة حتى هي كافية كتدي بزاف، مي قلت هاد المرة ناخد الكبيرة. هذا كيصلح للتجميل وكيصلح للماكلة بيو من الدي ام. وخديت هاد الهاند كريمز، هذا فيه اليوريا وهذا فيه الباتر ميلك والليمون. هذا ريحته زوينة بزاف، ما عجبتنيش بزاف ريحته، ولكن حيت فيه اليوريا الترطيب ديالو عالي بزاف سي سيغ. ما عمري خديتهم، اول مره غادي نجربهم. خديت هاد ستيك اللي فيها زيرو الومنيوم وفيها فيتامين سي، صراحه ريحتها زوينه بزاف وناتوريل. خديت هاد معجون الاسنان ديال سينسودين، على ود اللثه ديال السنان، وفي نفس الوقت كيبيض. حتى هذا اول مره غادي نخدمه، ان شاء الله يكون زوين. وخديت هاد الصابون هذا ديال باليا. واخر حاجه خديت هي هاد لونتي ستارن هذا ديال ميبلين فيت مي. اي فوالا، هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا استمتعتوا ويعجبكم هاد الفيديو، و الى عجبكم ما تنساوش ديروا ابوني ولايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.